كما كنشوفوا مؤخرا راه الباسكت مقارنه مع الخمس سنين اللي قبل راه نقصوا بزاف لان الاهتمام نقص بهاد الرياضه. كنشوفوا اللجوء لهاد الرياضه ما بقاش من طرف الشباب ما بقاش بزاف، ولات في نيفو غاديه وكتهبط شي شويه. ما تنظنش انها غادي تعطي اضافه لكره السله المغربيه دي بطبيعه الحال، ما حنا كاين مسيريه اصلا قبل كانت ناقصه مقارنه مع الدول العربيه الاخرى. عابش بهاد العوامل اللي قلت لي دابا ما تنظنش انها غادي تزيد لقدام، والعلم ديال ان هذا العام قال لك غادي تعطل غاتاثر، هي اصلا تجربه معطله في العوام اللي فاتوا، هذا العام غتبدا حتى شهر واحد. تنظن ان هذا غادي يكون تاثير كبير وكبير بزاف. حنا كاين اللي مشجعين ديال كره السله المغربيه تيتسناو ما اكثر، في حين ان تسمع بحال هذه الهضره هذه، المشاكل هذه غتاثر ديالها تاثير سلبي على كره السله الوطنيه، وهذا من جهه الفرق اللي كتلعب في البطوله الوطنيه واللي غياثر بطريقه غير مباشره او لا مباشره على المنتخب الوطني. كتاثر اولا كتاثر على الفرق لان كتغيب تنافسيه، كتغيب تدارك، كتغيب شحال من حاجه، دونك غيكون عندها واحد التاثير سلبي وسلبي اللي كبير وكبير بزاف. بالنسبه واش كنت على حساب المتابعه ديال المحبين ديال كره السله في المغرب؟ هذا المشكل يجب تجاوزه، وكنادي من هذا المنبر جميع الفرق على مستوى الجامعه بانهم يكون عندهم الغيره على هذه اللعبه ويتناساوا المشاكل الشخصيه وتبدا ان شاء الله البطوله الوطنيه.